الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في سورة البقرة نحو 150 آية في بني إسرائيل، وفي هذه الآيات ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم وعلى آبائهم، وكذلك بين ما أمرهم به وما كان موقفهم من أوامر الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى العقوبات التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها بعد كل نكول عن أمر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى هذا في القرآن لنا أولا بيان سنة الله تبارك وتعالى في خلقه وفي عباده، فبنو إسرائيل أكرمهم الله تبارك وتعالى بما أكرمهم به ونكلوا عن أمر الله تبارك وتعالى وعاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبات كثيرة، ويذكر الله تبارك وتعالى بهذا ألا نصنع صنيعا في الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى فيعاقبنا الله بمثل ما عاقبهم به، فيكون هذا تذكير لهذه الأمة بهذا، كما ذكر الله تبارك وتعالى صنيعه وسنته في الأمم التي عاقبها كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون. كل هذا لنطائف ونعتبر، فمن ذلك من قول الله من ذلك في بني إسرائيل قول الله تبارك وتعالى لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون. وهذا من الوعيد، فأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يتقوه، وذكرهم نعمته عليهم وأنه فضلهم على العالمين بالرسالات وبإنزال الكتب وبما أكرمهم الله تبارك وتعالى من آيات وإهلاك عدوهم، وقال لهم واتقوا يوما لو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي نفس سواء كانت هذه النفس من الرسل أو من آباء أو من غيرهم، ولا يقبل منها شفاعة. الكافر الذي مات على الكفر ونكر عن أمر الله تبارك وتعالى لا تقبل منه شفاعة قط عند الله تبارك، لا يقبل الله فيه أي شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل لذنوبها. عدل يعني مال يعدل الإثم فيفديه مثليه، فما يؤخذ من الكافر عدل ولو جاب كل أموال الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى في الكافر وإن تعدل كل عدل لا يقبل منها. أولئك الذين أبصروا ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فلو أن الكفار أو أي كافر أتى بملء الأرض ذهب ليفتدي به من عذاب الله لا يقبل، فخلهم الله ولا يقبل منها عدل ولهم ينصرون من الله، ما لهم ناصر من الله تبارك وتعالى، وهذا من الوعيد الشديد لهم. كذلك مما ذكرهم الله تبارك وتعالى به قوله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لما قالوا لن نؤمن لك فأخبر حتى نرى الله جهرة يعني عيانا بيانا، قال جل وعلا فأخذتكم الصاعقة صاعقكم وأنتم تنظرون هي. ثم أكرمه الله قال ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون.
وما ذكرهم الله تبارك وتعالى به أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وقولهم لن نصبر على طعام واحد للمستخدم ووقفوا ديت أنهم غير صابرين على هذا وذلك أنهم لما كانوا في التيه الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم المن والسلوى والمن رب عسل ينزل ويأخذه في الصباح ينزل في الليل ويأخذونه في الصباح والسلوى طيور السباني تأتيهم ولا تفر منهم يأخذونها ليه ومع ذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها فقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ثم قال سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فانظر عقوبة الله تبارك وتعالى لهم بعد هذا أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة ضرب الطبع يعني أن الله طبعهم على هذا أن يكونوا أذلة طيلة التاريخ والمسكنة مسكنة هي التمسكن هو مسكين ولكنه ذليل تمسكن لمن يغلبه ومن يخره وباءوا بغضب من الله باءوا استحقوا ورجعوا بغضب من الله قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله هو القرآن مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني كان اليهود إذا حاربوا المشركين في المدينة يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي ويقتلكم معه فكانوا يعلمون بعثة النبي وينتظرونه قال جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فجتهم اللعنة لأنهم كفروا بالنبي وبالكتاب الذي كانوا النبي الذي كانوا يؤمنون به وأنه سيأتي وبالكتاب الذي جاءهم من الله مصدق لما معهم القرآن فقال سبحانه وتعالى فباءوا بغضب على غضب باءوا استحقوا ورجعوا بغضب من الله على الغضب السابق يعني رضي الله تبارك وتعالى من كفرهم السابق ولما كفروا هذا الكفر الجديد استحقوا غضبا على غضب وللكافرين عذاب مهين في الآخرة عذاب ذو إهانة يعني العذاب في الآخرة وصف أحيانا بأنه مؤلم لأنه نار تشتعل بجسم المعذب وكذلك يهان الدع والدز والضرب على الرأس والتخريع بالكلام ذق أنك أنت الأول كريم فيقرع فهذا عذاب مهين يهينهم كذلك قول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذوه يعني ألقوه بإهمال كتابه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
ويعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علموا فيما أنزل الله عليهم أن أخذ السحر والإيمان به والسير فيه فإنه يعني صاحبه لا يكون له في الآخرة من خلاق النصيب، لا نصيب له في نعيم الآخر. ثم قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني لو كانوا آمنوا واتقوا وتركوا السحر الذي ساروا فيه لمثوبة من عند الله خير، ثواب من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه الآيات وبعدها كلها بيان في بيان العقوبات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل لنقوصهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، في تذكير لنا نحن المسلمين أن احذروا أن تسلكوا مسلكهم فيعاقبكم الله تبارك وتعالى بما عاقبهم به مسلكهم به، وعقوبات خطيرة كما قال الله تبارك وتعالى أيضا فيهم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. فهذه كلها العقوبات التي عاقبهم بها نتيجة لنكوصهم ونكولهم عن أمر الله تبارك وتعالى وطاعته. أقول كل هذا في القرآن لما نقرأه نذكر نشوف هذه الأمة كيف عملها الله تبارك وتعالى وكيف عاقبها لأنها تخلت عن أمر الله تبارك وتعالى. فيا أيها المسلمون لا تتخلوا عن أمر الله فيعاقبكم الله تبارك وتعالى بمثل ما عاقب به هذه الأمة. الحمد لله رب العالمين.